كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. طبعا الايام دي الناس بدأت تجهيزات العيد، ومع الحياة الضاغطة دي والظروف الاقتصادية السيئة والاضطراب السياسي في البلد، الناس بالذات بيجت مع المناسبات والأعياد وكده، شعور الناس تجاهها بقى ما زي زمان لأن الضغوط كترت عليهم شديد. طبعا أنا ما بحب اللايفات دي، ما محترفة بيها، اللايفات اللي في صفحات الفيسبوك، فمتعودة على الشكل المعلب للبرامج التلفزيونية، فهحاول إنه أنا أختصر كلامي بقدر الإمكان، بس عايزة شوية لايف يجمع عدد كويس من الناس عشان نخش طوالي في الموضوع. الناس سامعة الصوت؟ الصوت يا سيف واضح انه في مشكلة في الصوت. الصوت واضح؟ طيب احنا هنبدأ اول حاجة بالقضية بتاعت ارض نبتة بتاع شرق النيل. أول حاجة للمعلومية، لأنه أنا شايفة فيه كمية من التعليقات هنا على اللايف، نحن صحفيين والصحافة واجبها الأساسي إن هي تنصف الناس وتعرض حالهم للدولة، لأن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون وعن حفظ الأمن في البلد وعن تصحيح الأوضاع عموما. ما في صحفي بيكون عنده مشكلة شخصية مع مسؤول إطلاقا، لأنه ما في حاجة بتلمنا، يعني أنا بيلمني بالمسؤول أيا كان هو منه، المادة الصحفية اللي أنا بحصل عليها منه، فما في سبب يخلي يكون في مشكلة شخصية بين صحفي وبين مسؤول. نوايانا صادقة وخالصة لأجل الحقيقة فقط، يعني لأجل الحقيقة وإنصاف الناس. وأنا متأكدة إنه في كثيرين من الناس بيكونوا شايفين الموضوع بالجانب ده، بينما في آخرين ربما يكون هم عندهم مشكلة شخصية معي، أنا ما عندي مشكلة شخصية معهم، أنا بقول الحقائق اللي قدامي. ولو أنتوا كنتوا طبعا في جزء كبير من المتابعين كانوا متابعين القضية دي من لما طرحها واحد من أطراف القضية اللي هو الدكتور عمار السجاتة على صفحته على الفيسبوك، أخذت زمن طويل لحد ما نحن جينا عملنا اللايف ده. أنا ذاتي حوريكم ليه الزمن بقى طويل من القضية دي تمت إثارتها، وأخونا وزميلنا بقال طلع لايف وتكلم عن الموضوع ده. أخذت الزمن الطويل ده لسببين. طيب السبب الأول إنه أنا لما تواصلت مع دكتور عمار السجاد وهو حكى القصة بتاعت الاعتداء على أرضه، قلت له يا دكتور عمار ربما تكون يعني دي حادثة فردية، يعني ممكن يكون حتى المساعد بتاع الدعم السريع ده هو برضو اتعرض لخديعة، ربما يكون في نصاب في النص نصاب عليهم، باع الأرض دي وانت ما يعني هو ممكن يكون ما عنده ذنب في الموضوع ده، هو ضحية برضو. فدكتور عمار اتفق معي وقتها كان في الموضوع ده وقال لي ربما، لكن أنا بدعوكي لأنك انت تمشي تبحثي، أنا ما حقول لك أي كلام وما حملك أي معلومة، لكن حديك عقود الأرض دي اللي هي بتثبت ملكيتي أنا للوطن. وأنا حأجي أحكي في اللايف ده إنه كيف حصل ذاته دكتور عمار السجاد على الأرض دي، وهي الأرض دي ذاتها وضع القانون شنو الآن. فقال لي نشوف، قلت له نشوف طريقة سلمية أو طريقة ودية، لأنه أنت ممكن تتصل بقيادة الدعم السريع وتبلغهم بالقصة دي. هو طبعا فاتح بلاغات وقصة موضوع طويل، ربما هم يتدخلوا في عقلاء في هذه المؤسسة بلا شك، ربما يتدخلوا في الموضوع ده ويحلوه. أنا كان بالنسبة لي القضية دي هي قضية بتاعت نزاع بتاع ملكية بين مواطنين اثنين، ما كان ظاهر لي وقتها التفاصيل الكثيرة اللي أنا عرفتها من خلال
الفترة اللي فاتت كلها مرحلة البحث والتقصي اللي حاجة أعرضها عليكم هنا أثناء اللايف ده. تمام. طيب أول حاجة نتكلم عن إنه الدكتور عمار السجاد هو حصل كيف على الأرض دي، يعني نتركها كيف. الأرض دي في مخطط نبتة شرق النيل، هي حيازة لرجل أعمال معروف اسمه إبراهيم عبد الحفيظ، وهو سياسي أيضا. سنة 2004 كان دكتور عمار شغال مع في شراكة مالية مع إبراهيم عبد الحفيظ، فساووا الشراكة بيناتهم مقابل الأرض دي. يعني عمار امتلك الأرض دي مقابل تنازل من السيد إبراهيم عبد الحفيظ، مقابل اتفاق مالي بيناتهم. دي عقود الأرض معي، هم قطعتين أرض على فكرة، ما قطعة واحدة تم الاعتداء عليهم. طيب ده العقد الأول بتاع القطعة دي، ده العقد الأول. أنا حنزل صور العقود دي في صفحتي في اللايف ده ذاته. ده العقد الثاني. طيب عشان إحنا ما حنشوف من بعيد، أنا ممكن أقرأ لكم تفاصيل العقد ده. طيب المحامي اسمه عمار عبد الحميد حسين، المحامي وموثق العقود، الخرطوم بحري، شمال بنك النيل. طيب أنا الموقع اسمي أدناه إبراهيم عبد الحفيظ محمد حسان، بطوعي واختياري وحالتي المعتبرة شرعا وقانونا وبصفة الحائز لقطعة أرض بمنطقة داردوك البيضاء بالرقم 1451 مربع 5 البيضاء بالخرطوم بحري، البالغ مساحتها 400 متر تقريبا، بموجب المستندات المرفقة بهذا أقر بأنني قد تنازلت عن القطعة أعلاه للسيد عمار السجاد الشيخ محمد بمقابل المتفق عليه بيننا، وغر باستلام المبلغ كاملا عند التوقيع على هذا الإقرار، وأضمن عدم تعرض الغير لها عدا الحكومة، وألتزم إني في حال حدوث أي نزاع برد المقابل بالسعر الجاري حين النزاع، وأخول الجهات المختصة بتسجيل القطعة المتنازل عنها في اسم المتنازل إليه، وهذا إغرار مني بذلك. أذنت لمن يشهد؟ والله خير الشاهدين. في اثنين شهود، الاثنين شهود دل هم ذاتهم بلحمة ونشحمة موجودين. الكلام ده سنة 2004. نفس الكلام المكتوب في القطعة دي مكتوب في القطعة الثانية اللي هي رقمها 1452 ألف بنفس الشهود. سنة 2004 امتلك دكتور عمار السجاد قطعتين الأرض في مخطط دردوك ده ومنطقة دردوك. على حسب رواية دكتور عمار السجاد إنه هو مهتمة لأنها هي بعيدة وكده، هو رجل أعمال ثري يعني عنده قروش ووضعه المالي كويس وساكن في حي فخم في الخرطوم، مهتمة بقطعة الأرض دي وسابة فاضية. لكن في نفس الوقت هو موكل قريب اسمه حسين، حنجي لحسين ده برضو عنده قصة هنا في معرض يعني حديثي حول الموضوع ده. موكل حسين ده بأنه هو يتابع له قطعة الأرض دي كل فترة كده، يمشي يشجر عليها ويجي يشوفها الحاصل على شنو. حسين ده مشى يشوف الأرض دي يوما ما، اتفاجأ بأنه الأرض دي مبنية مسورة ومبني فيها بنا افتكر انه بمستوى ساس. يا اخوانا منو البنا؟ اتصل بدكتور عمار السجاد، انت يا دكتور عمار قررت انك تيجي تبني قطعة أرضك دي؟ قال له لا ما حصل، بعتها ما بعتها. الحاصل شنو؟ مشى لقى انه في صول في قوات الدعم السريع وفي رقيب تاني استولوا على قطعتين الأرض دي بعقود من المحلية. الأرض دي حيازة، هي ملك لإبراهيم عبد الحفيظ، باع لعمار السجاد. لو عاوز عمار السجاد ذاته يبيع قطعة الأرض دي اللي يرجع لإبراهيم عبد الحفيظ برضو يكون موجود، وده كله ما حصل. دكتور عمار جاء اتصل به وقريبه دجل الأرض، قابل الشخصيتين دي اللي هم حضر الصول والرقيب بتاع الدعم السريع، وقالوا له نحن اشترينا الواطة دي ودي أوراقنا، وده محامي. المحامي معرفة بالنسبة لدكتور عمار، وكان شغال برضو في وقت سابق مع صاحب الأرض الأساسي اللي هو السيد إبراهيم عبد الحفيظ. يا أستاذ المحامي، أنت الأرض دي باع عليك إبراهيم؟ لا. الحصل شنو؟ المحامي ما قدر يجاوب على الأسئلة دي، داك مديه عقود من اللجنة الشعبية والمحلية، وديل الجهتين ديل هم ما عندهم أي علاقة بالموضوع ده، والأرض دي مسجلة في مسجل الأراضي باسم دكتور عمار السجاد. الآن أي جهة ولا أي زول عاوز يتأكد يمشي يتأكد، ودي العقود موجودة عندنا هنا برضو، أي زول عاوز يمتلك أنا حنشرها في الفيسبوك. طيب الحصل شنو؟ الحصل إنه دكتور عمار قال في اللحظة دي كلام الخير والإيمان بتاع السودانيين، إنه يا حسين أنت وكيلي،
انت امشي تاكد انه ابراهيم عبد الحفيظ ما باع الواطه دي للزول ده او باع، اساله قال للزول انا بحل معاك الموضوع ده ودي ما في مشكله، لو طلع سيد ابراهيم باع انا هعفيها لك، لو طلع ما باع عليك ان احنا نيجي نشوف اللي نصب عليك في النص منه نساوي الموضوع ده بيناتنا. اتفقوا على الكلام ده وقال له ده حسين وكيلي بيكون معاكم في القصه دي، وسافر تركيا. بعد كم يوم اتصل حضره صول في الدعم السريع والرقيب بحسين ده وقالوا له تعالينا في محطة نبتة للوقود. حسين ده مشى ومعاه شاهد تاني المحطة بتاعت الوقود، اتلاقوا برا كده من المحطة. حضرة صول قال لحسين اسمع هنا، اذا تاني انا شفتك ماشي بجنب الارض دي انا حتعامل معك بالقوة. وقال للعسكري اضرب الزول ده ذخيرة اذا لقيته جنب قطعة الارض. الزول قال له انت بتهددني يعني؟ اي بهددك. تمام، انت بتستخدم قوة وسلاح الدولة والدعم السريع في انك انت تهددني، انا زول صاحب حق ان احنا بيناتنا في نزاع قانوني، نمشي نشوف القصة دي في المحاكم. الموضوع ده ما يعني ما بيرتقي لمستوى انك تهددني بانك تقتلني او انك انت تستخدم نفوذك كمنسوب للدعم السريع او غيره. انفض النقاش على كده. دكتور عمار السجاد كان جاء من تركيا، مشوا وفتحوا بلاغ في قسم الشرطة. طيب فتحوا بلاغ بالرقم 3017 ضد منسوبين الدعم السريع الاثنين ديل اللي هم الصول والرقيب. الرقيب الثاني انكر علاقته بالقطعه الثانيه اللي هو قال في البدايه انه هو برضه اشتراها، انكر علاقته بها وزاغ من الموضوع. الثاني مصر على انه هو القطعه دي حقته وما حيسلمها. طيب اللي حصل شنو؟ اللي حصل انه اتفتح بلاغ في البوليس، فبقى في اجراء لانه هو عسكري مفروض يتم اجراء بتاع رفع حصانه منه. اتكتب خطاب من النيابة لدار القانونية للدعم السريع عشان ترفع الحصانة من العسكري ده ويمثل أمام القانون. حتى الآن الدعم السريع ما رد على النيابة ولا أفاد بأي حاجة، اضطروا رجعوا تاني لوكيل النيابة. وكيل النيابة أصدر لهم أمر بالقبض على العسكري ده مستند أفتكر على تعديل في القانون أنا ما مستحضره، شنو إنه في حالات بترفع الحصانة بتسقط عن المتهمين ووجه بالقبض عليهم. والآن الناس دي ما قادرين ينفذوا امر القبض في الزول ده لانه الزول ده عسكري ومسلح وقبل كده هدد احد اطراف هذه القضيه بالقتل. دي القضيه. الكلام اللي انا قلته ده كله دي العقود امامكم، شهود موجودين. اي زول عاوز يمشي اي محل انا معاه قدام، عاوز يمشي المحكمه، عاوز يتصرف اي تصرف، اي كلام انا ذكرته في اللايف ده عندي دليل مادي عليه. دي القضيه الاولى المتعلقه بقطعة الأرض بتاع الدكتور عمار السجاد. نجي للقضية الثانية. كده يا سيف الشنطة دي فيها ورقة لو سمحت اديني لها. شكرا. طيب القضية الثانية دي هي قديمة شوية لكن حتى الآن في أطراف متضررة منها، وحتى الآن هذه الأطراف تسعى لاسترداد حقها في هذه الدولة الظالمة وأهلها وما قادرين يستردوا حقهم لأنه برضو الطرف الثاني في القضية دي يستقوى بنفوذ الدعم السريع. طيب في منطقة اسمها إكيرشا في ولاية شمال دارفور في محلية مليط. المنطقة دي فيها منجم بتاع ذهب. المنجم بتاع الذهب ده مملوك لشركة. الشركة جات اشترت وقود من مواطن في محطة بتاعت وقود تورومبا ب30 مليار أو 30 مليون جنيه سوداني. بيتعاملوا معاهم كذا مرة، بقى في قدر من الثقة بيناتهم باعتبار الشغل التجاري والزباين وما إلى ذلك. فباعوا لهم المرة دي الوقود بشيكات، تعامل السوق المعروف يعني، شيكات بأجل إنه بعد شهرين أنت تسدد
30 مليون قيمة الوقود. الموضوع ده حتى الآن هو ما حصل. الحصل شنو؟ الحصل إنه عجزت الشركة، ما سددت الوقود، سعر الوقود، مشوا أصحاب الوقود، فتحوا بلاغ في البوليس ووصلوا المحكمة والنيابة، والمهم القصة طويلة لحد ما وصلوا لمرحلة إنه يحجزوا آليات الشركة دي مقابل المبلغ بتاع الوقود، وأخذوا أمر من النيابة ومعاهم قوة من الشرطة، واتجهوا إلى منطقة عكيرشة لمنجم الذهب عشان يحجزوا على الآليات دي، اللي هي الآليات دي اللي هي عدد 20 طاحونة بمولداتها، وواحد مولد صغير مع ماركة هيدكسل، واثنين مورد كبير هيدكسل برضو، وواحد خزان وقود سعة 100 برميل. دي الآليات اللي مفروض هم يحجزوها لأنه صاحب الشركة ما سددت القروش. الحصل شنو؟ الحصل إنهم هم لما وصلوا الشركة لقوا تأشيرات الدعم السريع منتظرهم هناك، وبرضو حاولوا إنهم هم يضربوهم بالرصاص، وقالوا لهم ما حتشيلوا الآليات. ما حنشيل الآليات ليه؟ قالوا لأنه المصنع ده شريك فيه قائد قوات الدعم السريع بقطاع شمال دارفور اللواء أبو نشوك. اللواء أبو نشوك عنده شراكة في المنجم ده مقابل، يلا الشراكة ذاتها قصة طبعا. يعني هو الحصل هسه ده ما مشكلة، المشكلة في الشراكة ذاتها. انتوا شوفوا الشراكة شكلها كيف. طيب ده عقد الشراكة موثق من المحامي. الشراكة دي مقابل التأمين والحماية. يعني أبو نشوك ده شايل 40% من ريع المنجم بتاع الذهب ده مقابل إنه يوظف تاتشرات وعساكر الدولة اللي بتصرف عليهم الدولة برواتب في حماية مشروع استثماري شخصي حقه، ما حق الدعم السريع، مشروع استثماري شخصي. وبعد ده كله هو بيتجاوز القانون وبيمنع تنفيذ الأوامر النيابية والشرطية، وبيعترض قوة بتاعة شرطة. ده العقد بتاع شراكة أبو نشوك في المنجم ده. العقد ده موجود في صفحتي، أنا كان نشرته قبل كده وحنشره تاني. ده تقرير الشرطة، تقرير المأمورية بتوقيع مساعد الشرطة ذاته، إنه في بلاغ بالرقم 590 تحت المادة 179 بتاريخ 9 فبراير 2020 بالقسم الأوسط شرطة محلية الفاشر، وأصدر وكيل النيابة الأعلى حجز ممتلكات اللي هو ذكرناها قبل، وبناء عليه وقال تحركنا نحن 3 أفراد من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية إلى محلية مليط بغرض تنفيذ أمر الحجز. وعند وصولنا لمليط تم دعمنا بعد 3 أفراد شرطة برضو من شرطة المحلية، وتحركنا للمنجم المذكور اللي هو بيقع شمال مليط، وفور وصولنا للمنجم محل المنقولات اللي مراد حجزها قابلنا أفراد يتبعون لاستخبارات الدعم السريع، وعرضنا لهم أمر الحجز الصادر من وكيل النيابة الأعلى، وأخبرناهم بكل التفاصيل، وأكدوا لنا بأن الشركة والمنقولات تتبع للواء جد حمدان أبو شوق قائد الدعم السريع بولاية شمال دارفور، واعترضهم ومنعهم من إنهم هم ينفذوا أمر النيابة. ده تقرير الشرطة. طيب ده أمر الحجز من النيابة، ده أمر الحجز إنه المنقولات دي اللي هي كده 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 مفروض تتحجز وتتاخد. تمام. ده واحد من الناس واحد من مدراء الموقع اللي شغالين في المنجم، واحد من المشرفين المسؤولين، كتب للمتضررين الخطاب ده عشان يبرر ذمته، بأنه حسب توجيهات السيد اللي واجد بحمدان أبو شوك يمنع تنفيذ أمر الحجز الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022، وبرغم البلاغ 590 اللي هو الكلام اللي ذكرناه قبل. دي قضيتين معروضات أمام المتابعين بالمستندات الموثقة والحقيقية، وأي زول ممكن يعمل تحميل للمستندات دي من صفحتي ويمشي يتأكد من صحتها لدى الدوائر المختصة في الموضوع ده. وبراكم انتوا غيموا وشوفوا الوضع في البلد دي ماشي لوين. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، معلش طولنا عليكم.